دلوقتي بقى عندنا ايه؟ دلوقتي عندنا حاجة مهمة جدا، كلنا على الفطار طبعا بنحب نشرب مشروب، نبل رقنا على مشروب. قبلها بس انا طلعت الجلاش من الفرن زي ما احنا شايفينه كده بالشكل ده، طلعته بعد ما خد اللون الذهبي، تقريبا بياخد له تلت ساعة لنص ساعة في فرن درجة حرارة 180، طلعناه وبقى بالشكل ده. هوريكم دلوقتي هنعمل فيه ايه، بس نعمل المشروب بتاعنا ونرجع للجلاش. معانا مشروب السوبيا. السوبيا يا اما لو بنعملها في البيت اوكي، لو ما بنعملهاش بنجيبها من بره. طب لو بنجيبها من بره، بنجيبها من بره بنضربها بالميه وخلاص. لا، انا ما بحبش اعملها كده، انا بحب احط عليها لبن بودره، مش بضربها بلبن سايل، بحب اضربها بلبن بودره، بتديني احلى من اللي احنا بنشتريها الجاهزه من بره خالص، بتديني طعم كمان اجمل. اما لو ضربتها باللبن الحليب ما بتبقاش حلوه زي اللبن البودره. هبدا احط كده معايا المقادير. انا اسفه جدا، انا ما قريتش المقادير. مشروب السوبيا معانا اربع معالق كبار بودره سوبيا، اربع معالق لبن بودره، نص معلقه صغيره فانيليا، وميه بارده، ميه عاديه جدا، ميه ساقعه من الثلاجه او ميه من الحنفيه او ميه معدنيه، اي زي ما احنا عاوزين. هحط اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي 1 2 3 4. ادي كمان 1 2 3، هم كلهم تعالي 4. خد عليهم شويه لبن بودره، لبن البودره بقى اللي بيعدل لي الطعم، بيخلي لي الطعم زي الجاهزه بالظبط. وادي الفانيليا، هبدا اصب عليها. لكل معلقه من دول، يعني معلقه اللبن على معلقه الصوبيا، هيحتاجوا كوبايه ميه او كوبايه ميه بارده او لبن لو احنا عاوزين باللبن، بس هي اطعم بالميه. بسم الله الرحمن الرحيم. بحطش عليها سكر خالص؟ لا، السكر هي اصلا السوبيا الجاهزه من عند السوبر ماركت او من عند العطار الكبير، بيبقى جايب خلطه سوبيا في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم بتبقى تحفه بصراحه. بس خلاص ادي طبعا بقى بنسيبها في التلاجة لوقت المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايز يطلع ليك. بسم الله.